بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من مدرسة تطوير للدروس الإلكترونية. درسنا اليوم أعزائي الطلاب للصف الخامس الابتدائي في مادة العلوم من الفصل الدراسي الثاني، وعنوان درسنا اليوم هو العناصر والجزئية، مما تتكون الجزيئات وكيف تصف العناصر. الدرس من إعداد المعلمة وفاء محمد عبد الله، وتقديمي محدثكم محمد بن يحيى آل مجدوع. نبدأ درسنا أعزائي الطلاب بهذه التحية: ما هي وحدة بناء المادة؟ المادة لها وحدة بناء أساسية، هي لما نذكرها تكلمنا فيها في الدرس السابق، هي ماذا؟ هي العنصر. إذن العنصر هو وحدة بناء المادة، وهو أبسط، تكلمنا عنه قلنا العنصر هو أبسط حالات المادة، لا يمكن تقسيمه إلى مواد. الجزيئات تنتج من ماذا؟ لو لاحظنا لدينا أن الجزيء هو يتكون من اتحاد ذرتين أو أكثر معا، تتحد ذرتين أو أكثر من ذرتين مع بعض تعطيني الجزيء. مثلا ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون هو يتكون من ذرة أكسجين وذرة أكسجين أخرى، إذن ذرتين أكسجين تتحد مع ذرة كربون، هذا الاتحاد الذرات يعطيني اللي هو ثاني أكسيد الكربون، وهذا ما يعرف باتحاد أو هذا اتحاد الذرات يكون الجزيء، يكون لي الجزيء. كيف يصف العلماء تركيب الجزيء؟ يصف أول شيء في الصيغة الكيميائية لتركيب، الصيغة الكيميائية للجزيء تكون، فمثلا لو قلنا الجزيء اللي هو ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون قلنا تكون من ذرتين أكسجين مع ذرة كربون، وضع له يرمز له بالحروف أول حروف من الرمز، مثلا حروف تدل على نوع العنصر المكون، وهي تكون مأخوذة من اسمه باللغة الإنجليزية، لدينا هنا مكتوب CO2، الأو ترمز للأكسجين، ذرات الأكسجين، والسي هو ذرة الكربون. هذا ما يعرف بالصيغة الكيميائية للجزيء. أيضا لاحظ هنا الأكسجين O، فهذا الO هو أول حرف من اسم الأكسجين في اللغة الإنجليزية، والرقم الصغير اللي بجواره مثل العدد الذري، العدد الذري لهذا الجزيء. ركز معي عزيزي الطالب في هذا السؤال، هل معظم حجم الجزيئات فراغ؟ هل احنا من خلال الدرس ودرسنا السابق، هل معظم حجم الجزيئات فراغ؟ مع تفسير الإجابة نريد، نعم معظم حجم الجزيئات فراغ. لماذا؟ لأن الجزيئات تتكون من الذرات، وحنا ذكرنا سابقا أن معظم حجم الذرة فراغ، إذن بما أن الذرة هي تكون جزيئات، إذن إذن الجزيء من باب أولى يكون معظم حجم الجزيء أيضا فراغ. إذن إجابة بصيغة بصيغها نعم، الجزيئات تتكون من ذرات ومعظم حجم الذرة فراغ. تصنيف العناصر، صنفت العناصر قام العالم مندليف في عام 1896 قام بتصنيف العناصر في جدول أسماه بالجدول الدوري، حيث قام بكتابة اسم العنصر ورمزه على بطاقة، يعني اسم العنصر حيث اعتمد على أول حرف من العنصر أو أول حرفين، إذا اشتبه من عنصر آخر أخذ الحرف الثاني، بإضافة إلى العدد الذري لهذه العناصر. هذه الرموز تدل على كل رمز أو كل حرف تدل على عنصر، ركبت في
الجدول الدوري حسب الأخف في عددها الذري. لو لاحظنا هنا البوتاسيوم 19، الكالسيوم 20، المغنيسيوم مثلا 21. إذا ترتيبها رتبت حسب الأخف، رتبت في الجدول الدوري حسب في صفوف حسب الأخف. أيضا اكتشف من خلال وضع العناصر في الجدول الدوري، اكتشف أن خصائص هذه العناصر تتكرر دوريا. فمن هذا المنطلق تكرر هذه الخصائص دوريا اسمى هذا الجدول بالجدول الدوري. اطلق في الشيء لما يتكرر، نفس مثلا الفصول الاربع في السنه هي تتكرر علينا دوريا كل سنه، هذا ما يعرف بالشيء دوري متكرر. فلما وجد ان خصائص العناصر تتكرر دوريا في هذا الجدول، فمن هذا المنطلق سماه الجدول الدوري. إذا سمي التصنيف بالجدول الدوري بالسبب اللي ذكرته لكم. إذا نبغى نعرف كيف صنفت العناصر داخل الجدول الدوري وكيف وزعت. هذا الشكل العام للجدول الدوري، يتكون من صفوف وأعمدة. تصطف العناصر بعضها جانب بعض في صفوف، هذه الصفوف تسمى دورات. هذه الصفوف تسمى دورات. أيضا العمود في الجدول الدوري يسمى مجموعة، كل عمود يحتوي على مجموعة من العناصر. هذه المجموعة تكون في عمود واحد. يمكن تصنيف العناصر إلى فلزات ولا فلزات وأشباه الفلزات. إذا يصنف العناصر في الجدول الدوري إلى فلزات ولا فلزات وأشباه الفلزات. ايضا في عناصر تكون عناصر اللي هي العناصر الشائعه موجوده في الجدول الدوري من ضمن المجموعات، مجموعه العناصر الشائعه وهي العناصر الاكثر شيوعا التي تدخل في تركيب الهواء الموجود في الغلاف الجوي، العناصر التي تدخل في تركيب الماء مثل الماء اللي هو الهيدروجين والاكسجين، تدخل في تركيب الماء، تدخل في تركيب الحيوانات. هذه العناصر هي الأكثر شيوعا وتسمى الأكثر العناصر الشائعة. طيب نأتي إلى سؤال مرحلي، اختار الإجابة الصحيحة. يكثر الأكسجين والهيدروجين في الحيوانات وعلى سطح الأرض لأنهما ماذا؟ من العناصر الشائعة ولا من العناصر اللافلزية ولا لأنهما من مكونات الغلاف الجوي ولا لأنهما من مكونات الماء، الأكسجين والهيدروجين؟ فكر في الإجابة وحاول أنك تصل أنت إلى إجابة تختارها. أيوة وصلت إلى الفكرة؟ نرى. إذن يكثر الأكسجين والهيدروجين في الحيوانات وعلى سطح الأرض لأنهما من مكونات الماء. احنا قلنا الماء هو يغطي مساحات 75% من الكره الارضيه ماء، جزء كبير من تركيب المخلوقات الحيه في اجسامها ماء، فلذلك تعتبر هي من بما ان مكونات الماء هي الاكثر انتشارا. تقويمنا الختامي، ناتي الان عزيزي الطالب عزيزتي الطالبه الى تقويمنا الختامي. العناصر الاكثر في الجدول الدوري الفلزات ولا اللافلزات ولا أشباه الفلزات ولا المصنعة؟ ماذا تتوقع أكثر هذه العناصر انتشارا في الجدول الدوري؟ فكر في الإجابة، حدد الإجابة بعد اختيارها، حددها وقارن الإجابة وشوف مش اخترت. نرى الآن. إذن الفلزات، إذن العناصر الأكثر في الجدول الدوري هي الفلزات، هي الأكثر انتشارا وأكثر نسبة في الجدول الدوري. فاتي الآن عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة إلى ملخص درسنا. الجزيئات، الجزيئات هي دقائق تتكون من اتحاد ذرتين أو أكثر. عندما تتحد ذرتين من عنصر مع بعض تكون لي الجزيء، أو قد تكون أكثر من ذرتين. يصف العلماء تركيب الجزيء برمز،
وهذا الرمز يسمى الصيغة الكيميائية، والحروف تدل على نوع العنصر، والأرقام على عدد الذرات. فذكرنا سنستخدم الحرف الأول أو أول حرفين في رمز العنصر، والأرقام الموجودة الأرقام الصغيرة تدل على عدد الذرات، الأرقام اللي تكون بعد الرمز. أيضا الجدول الدوري هو جدول تم ترتيب العناصر فيه وفقا لخصائصها، رتبت العناصر وفقا لخصائصها بحيث أنها ترتب العناصر من الأخف إلى الأثقل. أيضا تصطف العناصر في الصفوف، تسمى هذه الصفوف تسمى دورات. أيضا تكون العناصر في أعمدة، وتسمى هذه الأعمدة مجموعات، كل عمود يمثل مجموعة من العناصر. نكون هنا أعزائي الطلاب وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. مرجعنا في درس اليوم هو رابط الكتاب، وهو الكتاب الإلكتروني لمادة العلوم للصف الخامس الابتدائي. أعزائي الطلاب والطالبات، سعدت بتواصلكم وباستماعكم، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح. أستودعكم الله.